يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قوله سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ هذا جاء في الحديث تفسير، وهو المرور على الصراط. المرور على الصراط هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم، يمر الخلائق كلهم المؤمنون والكفار عليه، لكن كما قال الله جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمؤمنون يمرون عليه ولا يسقطون في النار، يختلفون في المرور، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر ركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا على قدر أعمالهم. لكن المؤمنون ينجون من الصراط، وأما الكفار فإنهم يقعون في جهنم ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم.